احنا عندنا خبرين تانيين من الاخبار بقى اللي مش ظريفة. بصوا، انا عارفة ان في بلاد عندنا في مصر فكرة ان الميراث يروح لستات او لبنات مش من ضمن العادات والتقاليد بتاعتهم، لكن ان يوصل للامر ان لما البنات تعترض او بنت تعترض ابوها يدي حته الارض لحيلته لاخوها ويحرمها هي من الميراث على امل ان اخوها اصله هو اللي هيعرف يديرها، فلما البنت تعترض يمسك السكينه اللي جنبه ويقوم حاططها في رقبتها يموتها وهي ام الاربع اطفال، هنا احنا لازم نراجع نفسنا. ايه دي مهزله؟ يعني ده مفيش رعاية أولا لقانون ربنا، الأبوة بتاعت إن دي بنتك، العنف المستمر ناحية المرأة بطريقة إن أنا هدب السكينة في رقبتها وهي مش هتموت، هي هتبقى عايشة ممكن، يعني. لا ممكن يكون هو مش قاصد اكيد يموتها في الارض، أيوة، أمسك هيبقى سكينة على بنتي قاصد أو ان ابني هو إزاي؟ يموت بنته، لكن هو بيكشف مدى فداحة اللاوعي، ان احنا ما عندناش وعي خالص خالص. ده واحد مزارع في محافظة سوهاج انا حياة بنته بسكينة في رقبتها عشان حتة ارض. اعترضت على ان هي ليه ما اتخدتش في الميراث؟ البنت ليه؟ دي صحيت من النوم لقت ابوها بيقول لها انه كتب الارض اللي حلتهم لابنه بالكامل بحجة ان هو الولد وان هو هيعرف يديرها من غير ما يكتب اي حاجة لبنته. فالبنت يا دوب بتعترض، اعترضت. زعلت، انفعلت، اكيد حست بالقهر والذل، وخلي بالك يا ساير فعبرت عن ان هي كده. ام الاربع لولد عنده 4 سنين، واخوها قبلها بيوم كان لسه متخانق وضاربها، فهي لما تصحى ان ابوها يقول لها لا انا اديت حته الارض لاخوكي، متخيلين هي هتبقى عامله ازاي؟ هي يعني اتخضت، دي اعترضت. متلازمة عدم وعي وقسوة وعنف ضد المرأة. أنا يعني عايزة أقول أكيد الأب ما كانش قاصد، لا مستحيل يكون معلش، انا قاصد ضد الفكره دي. يأذيها يعني انا أكيد، يعني لكن هو انا الاب والام بلا وعي بلا اللي يتعاملوا أي شيء مع إنساني ولادهم عمل كده. بنوعية العنف، اني اشيل كرسي اخبطه بيه، اني امسك سكينة اهدده بيها، ما دي اني ثقافة، اقلع الثقافة دي حزام ممكن واضرب، تبقى فكرة ضايعة اني تماما. أم غضبي يرتبط بشيء اذي بيه طفلي، ده مرفوض، ده شخص لازم ما هو يتعالج نفسيا. احنا في مصيبة عشان كبيرة. كده احنا طول الوقت بنقول الثقافة، تغيير منظومة الثقافة، مفيش حاجة اسمها اصل البنت درجة تانية او تالتة، او ان العنف ده يبقى مقبول حتى لو هو من الاهل. حاجات كتيرة جدا محتاجة تتغير في الثقافة الاجتماعية، والبنت طبيعي ان هي حست بالذل، البنت ماتت، فالطبيعي اعترضت. البنت نعم، ماتت، طبعا ماتت، بس والولد حتى الصغير اتيتم، ولادها 4 المفروض مش ولد واحد. 4 ولاد ولا ولد عنده اربع هيا ما سنين كان مين اللي اتيتموا مين اللي عموما، اتيتم او عاداتهم قد ايه؟ والجد دخل السجن، والاخ اخذ الارض. هو على كل حال ما عندناش قصص تعليق. الارض وثقافة التعامل مع الارض وثقافة التعامل مع المرأة والميراث في الريف وفي الأقاليم محتاجة تغيير جذري في الثقافة، محتاجة في القوانين. في ناس يعني بتعتدي على غير بقى قصة المراس، ممكن تعتدي على أرض ليكي وتجيب لك أي ثغرات قانونية باعتبار أن الأرض دي بتاعتها، أو يعني في منظومة كارثية موجودة في الريف المصري. هي فلازم الفكرة، يبقى في معالجات جذرية وحقيقية، سواء بثقافة اجتماعية، سواء بقانون، سواء بتفهم الناس اللي بيبقوا مسؤولين عن تنفيذ القانون في المحافظات دي، اختيارهم بشكل جيد أنا جدا، لأن أغلب أكتر، الاختيارات ليهم اختيارات أو إن هم بيبقوا شخصيات بص يا سوير، غير مناسبة في مكان مناسب. وده كلام جميل، بس أكتر حاجة فارقة معايا هو إن الأب اعتقد ان بنته مش هتموت لما يضربها في السكينه بالسكينه في رقبتها. دي انا عن نفسي خضاني ومستوقفاني. ليه؟ لان انت جات لك الدماغ انك تقتنع ان انت ماسك سكينه وضربتها في رقبتها ومش هتموت.
على اساس انها ممنوع، ممنوع ممكن انها يكون تموت. هو مش مدرك، طب يعني في مدرك، ما ناس هو احنا مش هبل بقى بتنفعل. يعني، زي ما هو ادرك ايوه، ان هو يكتب ما هو احنا حته الارض دلوقتي بنتكلم الوعي. لابنه علشان هو هيديرها احسن، ما هو ما لو يستهبلش ايوه وحته لو اصل هو مش مدرك انها هتموتها ايوه سكينه، لو انت هو موت بنتك. يملك من الوعي ما كانش عمل الفعل الاولاني وما كانش عمل رد الفعل التاني. هو على درجة يعني صفر من الوعي، او تحت الصفر من الوعي. هو ده المشكلة الكبيرة، يعني دي حالة. بس هل دي حالة فريدة؟ لا، هي مش حالة لا فريدة، طبعا هي متكررة. محتاجة ان احنا ناخد موقف مع الشخص ده. لا، هي محتاجة ان احنا نعمل نظرة اوسع لثقافة اجتماعية مترسخة، لثغرات في القانون، لحاجات كتيرة اللي جدا، كمان حاجة امراض أهم من محتاجة كده يا سمير، تتعالج. أرجوكم أهالينا اللي في الريف والصعيد، المرأة هي يعني هي زمام الأمور. فكرة إن يبقى عندنا بنات ويتضربوا أو يتهانوا أو يتجوزوا وهم صغيرين أو يتحرموا من الميراث شيء قاسي جدا وحرام، حرام. ده يعني يا حقيقي. حاج لو أنت بتروح لا هو تصلي في راح الجامع للشرع. وبتنزل راسك كده وتركع، اعرف اعرف ان ده حرام، لان انت مانع حاجة ربنا قالها قانون، قانون ان البنت تورث في ابوها او في امها، قانون ان البنت ما ينفعش تتجوز الا بعد سن معين، قانون ان البنت مش مفروض تتضرب وتتهان وتتعامل بالطريقة دي. يا جماعة افهموا، البنت زي الولد. إنسان، إحنا كلنا إنسان. صح الأب العظيم، ده يلا لمنه ساب الورث اللي شرع ربنا يتوزع زي ما هو أمر، أو زي ما إحنا متخيلين إن هو ده الشرع، عشان في اعتراضات وتحفظات على القصة دي، ولا منه وزعه بالعدل. يعني أنت يا الأب المكلوم دلوقتي، لا سمعت كلام ربنا ولا رحمت بنتك إنها تعيش في الدنيا مستورة، إنك بالظبط، تأمن لها حياتها. فأنت وضيعت كمان مستقبل ممكن أحفاده. من غير ما تقصد موتها، بس ساب الطفل يعيش يكره كل العيلة وكل العالم طول الوقت. في طار، انت ما هو انت دمرت طار الدنيا عشان حتة أرض. نفسي عاطفي، لو كنت مش لازم اديت طار بين عائلات، بالظبط الطار اديت جزء العاطفي أقوى. منها لبنتك والجزء الأكبر للابن زي ما الشرع بيقول، ولا كان حصل زي كده، وكانت فضلت منورة بيتها، وكانت فضلت محافظة عليك في القبر، محدش هياخد باله منك غيرها. خلونا نطلع فاصل، خلصنا مواضيعنا يعني.